والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفير الأمم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بسم الله والحمد لله صلاة والسلام عليك رسول الله اللهم صل على